تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. في وصله اسفاف متعمد من رئيس نادي الزمالك ضد فنان اهلاوي اسمه احمد فهمي وكلنا عارفينه، بسبب المدعو والمرحوم شيكابالا. مرتضى منصور اللي كان بيشتم شيكابالا في الرايحه والجايه وقال ما يستويش 5 جنيه عندي، دلوقتي بيدافع عنه، عملوا منه اسطوره ومنه كيان وكينونه. مرتضى منصور اللي طلع مع تامر امين قبل كده وشاور على منطقه حساسه وقال له ده شيكابالا قال لي انت على المكان ده اهو، واكن وعمل له اشاره الذبح، دلوقتي بقى شيكابالا حبيبه وبقى بيدافع عنه وبيقل ادبه كمان على هنا الزاهد واحمد فهمي. قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا ونسمع مرتضى قال ايه، حضرتك هتدعمنا بلايك للفيديو وهتشترك في القناه وهتفعل زر الجرس وهتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد عن النادي الاهلي. نسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. اوعوا تروحوا في اي مكان ونسمع. بيقولوا لي الولد الكومبارس اللي حاول يشتهر على حساب شيكابالا، هو مش كومبارس السينما يا ابني، في واد شكل شلخر كده من الاقزام اللي هو بيعمل الاعلان بتاع التليفونات، عارفينه؟ اللي هو بيقول له الكروت مش عارف ايه وايه ده، اللي هو عامل زي الشياطين ده، بيلبس وعامل حجاب شيطان. الواد يعني لوسيرو طبعا القصه مش عارف احسن منك، بيتنمر يعني. تمام؟ هو كومبارسي للولد ده، تخيل هو شغال كومبارسي ليه؟ هو كومبارسي ليه؟ وانا رايي من الاول ان ده عيل غير مثقف وعيل جاهل. والاهلاويه مش كده، الاهلاويه والله العظيم محترمين ومؤدبين. وفي مجموعه بتاعت اللي هم الرجال الالكترونيه اللي بيهم جمال جبر اللي بيشتموا تاني الاهلاويه، اللي بيشتموا مجدي عبد الغني وبيشتموا مصطفى يونس وعماره وهشام حنفي ومحمود طاهر وعماد وحيد، دي مجموعه الخطيب ماجرها مديهم لسه 3 مليون جنيه السنه دي عشان يشتمونا كلنا. انما جمهور الاهلي الطبيعي لا محترم. فانت مش من جمهور الاهلي، انت من العيال دول اللي بيتاجروا. انت من العيال اللي بتاجروا. ونفسي اشوف، لا انا كل شفته لك بالصدفه كده طالع حاجه اسمها سيد الشحات ولا سيد المعرفش شحات ولا مش عارف حاجه كده يعني. تمام؟ فاحنا مش هنكلمك انت، احنا هنكلم زوجتك الفاضله لانها سيده محترمه، واعتقد الممثل الجميل طلعت زكريا يعني جوز والدتها وليه مكان عندنا، هنكلمها زي ما ربطك في المسلسل وكانت بيديك على فك كل شويه تريق عليك، بنقول لك لم الواد اللي عندك ده. وبعدين هو فاكر لما يعمل شنب ويعمل شعره كده زي القرود احنا مش هنعرفه. فشيكابالا لا تتاثر، ده مش جمهور الاهلي، ده اللي بيسيء لجماهير الاهلي. هنقف عند النقطة دي، ومرتضى منصور بيقول لك أنا مش بتنمر، وبيتكلم على العفريت اللي بيطلع في لشركة إعلانات محمول وبيروج لدعاية لكروت شحن وكده وغير نظام وكشن والكلام اللي كلنا عارفينه. مرتضى منصور بيقول إن ده كومبارس ومش كومبارس وعايز يشتهر على عن طريق شيكابالا. يشتهر إيه يا عم؟ هو راجل مشهور وبيعمل إعلانات وبيعمل مسلسلات وبيعمل أفلام، فين الاشتهار؟ واحد مثلا عادي يروح يشتهر يتخانق مع واحد لعيب كوره او بتاع عشان الناس تكتب عنه والناس ما تعرفوش، لكن ده الناس كلها عارفاه. مين ما يعرفش احمد فهمي؟ مين ما يعرفوش؟ ما تقول لي كده. يعني الراجل بيعمل مسلسلات وبيعمل افلام وكده، ورايح بتدخل اسم زوجته في الكلام وتقول تضربه مش تضربه بتاع. يا عم ارحمنا يا عم، هو انت ربنا يعني؟ انت عملنا الاسود في حياتنا. مرتضى منصور عمل الاهلاويه والزملكاويه والجماهير المصريه الاسود، ان احنا مرغمين. ما هو لو يتكلم على نادي، والله العظيم ما حدش يعني، هو لو دلوقتي دخل يتكلم على نادي الزمالك اعظم نادي في الكون واحسن نادي ونادي 10 على 10، حد هيتكلمه؟ حد هيقول له انت بتعمل ايه؟ ما هو توقف منطلق لسانه على الناس، ما هو توقف علشان بيشتم الناس وبيخوض في اعراض الناس وبيتكلم على الناس بكلام لا يصح ولا يليق. دلوقتي مرتضى منصور بيتكلم على شخص اتنين اتخانقوا مع بعض، بدل ما هو قدوه يقول لك ده دول اخوات واصحاب ودي نرفزه عاديه وما ينفع، رايح بيدافع عن شيكابالا المرحوم اللي ليه 90 سنه ما لعبش كوره. ده شيكابالا الناس ده هو نفسه نسي الكوره.
بتقول لنا اخر لعبها واخد بطوله كان امتى يا مرتضى؟ يعني بيتكلم على الشخص بتاع، يعني اقول ايه يعني، ده هو قال لك عمل لك اشاره الذبح قبل كده، وانت طلعت مع تامر امين وقلتها، قلت له شيكابالا عمل كذا وكذا وكذا وكذا، وحط وقال لي احطك هنا وشاور على مكان حساس في جسمه، انت اللي قلت الكلام ده بلسانك، قلت ما شيكابالا ما يسواش عندي 5 جنيه، دلوقتي بقى شيكابالا حلو وعليه عسل بسكر، مع نفسكم، انما ما تقلش ادبك وتين واحد اصلا ما اهانش جماهير الزمالك. بس انا بعيب على احمد حلمي، احمد فهمي، انا بعيب عليه في حاجتين. اول حاجه ان هو راح سلم على الشخص ده، ما لا يصح ان هو يسلم على شيكابالا، كان تجاهله. وتاني حاجه لو حصلت المشاده دي وخلاص وقع في المحظور، وان هو جماهير الاهلي شتمت وهو رد، لا كان قلع الحذاء بتاعه ونسله على دماغ شيكابالا على قرعته، وكان الناس تصور، ما كانش ليها حل تاني. انا لو مكانه كنت عملت كده، حاجه من حاجتين، يا اما ما كنتش رحت ولا سلمت على هذا الشخص البصمجي، تمام، اللي بيدعي مرتضى ان احمد فهمي هو اللي جاهل، لا اللي جاهل وبصمجه وما بيعرفش يتكلم هو شيكابالا، شيكابالا جاهل يا جماعه، ما حصلش على اي شهادات. طبعا انا ما بتكلمش كده، ولكن هو بيتكلم عن الجهل، الجهل هو اللاعب بتاعك اللي مش حاصل على اي شهاده، اللي هو غير متعلم، تمام. انا لو مكان احمد فهمي مش هروح اتكلم شيكابالا ولا هسلم عليه اصلا، وهتجاهل خالص، حتى لو كان قبل كده كان صاحب ماشي فرض عليا الامر ان انا اسلم عليه او اقابله ولا احضنه ولا الكلام ده كله، ورد عليا باهانه، لا يبقى خلاص بقى انا اقلع الحذاء بتاعي وانزل على قرعته، اخليها لونها شوارع اكتر ما هي شوارع. فمرتضى منصور بيدخل ليها انا الزاهد في الكلام، وبيتكلم يقول لك فيلم بلدي وكلب بلدي، يعني انت بتقول اهو ان هو مشهور وبيعمل اعمال وانت عارفها اهو يا مرتضى، وبتسميها بالاسم الواد سيد الشحات، وده كان من انجح المسلسلات في رمضان اللي قبل اللي فات، وفيلم بلدي اللي عمله كان من انجح الافلام اللي عملها مؤخرا. فاذا انت بتقول عليه ان هو كومبارس، طب ازاي كومبارس وانت حافظ افلامه ومسلسلاته وبتسميها بالاسم وحافظها؟ اللي عايز يشتري مش هيشتري على قفا شيكابالا، اللي عايز يشتري شيكابالا اصلا يعني مرحوم، لا وجود له كرويه. واحنا لما بنقول مرحوم هو مش مرحوم ان هو توفى، لا مرحوم ان هو مات كرويا، مات كلينيكيا، الاسم لاعب كوره والفعل في النعش. انتهى الفيديو بتاعنا، انا بحاول اجيب لكم فيديوهات قصيره علشان الناس بتشتكي من الفيديوهات الطويله، بس انا اسف. هو مرتضى منصور طبعا قعد 4 ساعات يحكي، انا مش هجيب ال4 ساعات، طبعا اتكلم على النادي الاهلي، واتكلم على لعيبه الاهلي لعبت بشرف وبكرامه وبنزاهه، بس هو ده العادي بتاع النادي الاهلي يا مرتضى. انتوا لما بتلعبوا الاسماعيلي والاسماعيلي بيبقى محتاج الفوز بتتغلبوا 5 وبتعدوا المباراه، لكن احنا لا، احنا ممكن نحدد مصير الاول والثاني، ولكن بنلعب بنفس الاداء حتى لو ب10 لاعبين. انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنساش حضرتك تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان نوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.